واحد ينام زين؟ خير يا طير، وش في بسوق الخضار؟ في واحد راح يشترينا. وإيش الجديد في الموضوع؟ في ولد صغير جاي لوحده، وفي برنامج اسمه بالفطرة بيصوره، يعني راح نطلع في التلفزيون يا منير. صدق؟ تلفزيون؟ قلت لك تلفزيون. يا سلام. طيب لحظة، خليني أضبط نفسي علشان أطلع في التلفزيون. حلو. ما عندنا وقت، لازم نمشي الحين علشان ما يجي أحد يسبقنا. يلا أنا راح أطلع في الكرتون. يلا، 1، 2، 3. مهمة طفلنا اليوم في سوق الخضار، يعني مكان مرة كبير وزحمة ناس، وإذا ما كان قد المسؤولية بيفشل. ولكن أكيد أطفالنا ما يفشلون في المهام، لأنهم أبطال وبينجزون المهام بالفطرة. يلا يا تميم، تأخرنا. سهلة، صباح الخير. صباح النور. كيف حالك؟ طيب؟ نمت زين ولا؟ زين. أفطرت؟ ممتاز. شوف، اليوم أبيك تروح محل خضار، وأنت إنسان كفو رجال، أعتمد عليك تتقضى الأغراض هذه اللي نحتاجها في البيت، لأن عندنا ضيوف اليوم جايين. ممتاز؟ أبيك تجيب لي كيلو طماط، وكيلو خيار، وكيلو تفاح، وجرجير، حزمة، وبطيخ. صار شيء انت تعرفه. عرفت الاغراض كل اللي طلبتها منك ولا لا؟ ايه. انت قدها صح ولا لا؟ صح. ممتاز عليك. هذا الجوال خليه معك، تحتاج شيء اتصل فيني على طول. ممتاز. وهذه 100 ريال خليها معك، تجيب فيها الاغراض ورجع الباقي، وفي سياره تحت انتظرك توصلك وتجيبك مع الاغراض. ممتاز. يلا روح. حلقتنا اليوم هو الطفل فارس تركي. فارس عمره 5 سنوات في الصف التمهيدي، وهو الصغير بين أخوانه الأربع، يعني تقدر تقول آخر العنقود. من هوايات فارس كرة القدم وقراءة القصص. الحين فارس انطلق في مهمته، وعلشان كذا أنا راح أدخل جوة بيتهم علشان نجهز الشاشات ونجلس مع والده ونتابع المهمة خطوة بخطوة. السلام عليكم أبو فارس، كيف الحال؟ طيب، وش الأخبار؟ الله يسعدك. الحين فارس انطلق في مهمته، أوكي؟ صحيح. تبغانا نشوفه؟ أكيد لازم. كيف شعورك الحين؟ متحمس مرة والله. بس عندي سؤال أخير. تفضل. الحين فارس أول مرة يروح لحاله؟ صحيح. أوكي، يلا خلينا نشوف. سوق الخضار مكان مرة كبير، ومو بس كذا، ضجيج وزحمة الناس. متى صدق؟ السلام عليكم. السلام. أنا اسمي محمد وأنا المرشد السياحي هنا. لحظة، الحين مرشد سياحي في سوق الخضار يرشد على إيش؟ مو مكانه. طيب عادي أخذ منك بعض المعلومات؟ إيوه. وش اسمك؟ فارس. وش اسم أبوك؟ تركي واحدة بعرفة. قاعد يأخذ منه معلومات، وش يحتاج هالمرشد السياحي؟ فيه مشكلة. قلت لي بيتكم في طابق؟ أنا قلت في بيتنا. وينه؟ في أي حي هو؟ ها؟ ما أعرف من بيتنا. عندكم سكرتي عند العمارة؟ لا. طيب، تعرف وين يخبون أهلك الفلوس في البيت؟ اتضح الشخص مو مرشد سياحي، هذا شخص يبغى يستدرج الطفل لنسرق منه حاجة، أو ياخذ معلومات عن البيت اللي حنا فيه. يبغى يسرق، هذا حرامي.
مو مرشد سياحي. هذا مرشد سياحي برتبة حرام. حرام. تعرف وين يحطونها؟ ايوه الجيب. الجيب؟ طفل يعني قاعد يقول له انك انت لا تستغبيني، انا فاهم انت جيت تصلى. وقال الفلوس بالجيب، يعني بيقفل الموضوع عليه خلاص. وش اكثر وقت ما يكون في احد البيت؟ لما امتي تجي هي تطول الين اثنين بعدين يجي الصباح. قاعد يضحك على حرامي. طب بابا عنده فلوس كثيره؟ قال عنده فلوس كثيره. تتوقع ايش راح يصير؟ اعطاه كل اجوبه مبهمه. طفل نتوقع منه اي رد. طيب خذ خذ اعطيك حلاوه. كفو يا فارس. طيب اسمع، وش رايك تروح معي في السياره ناخذ لفه كذا؟ تبي؟ لا. لا تروح معي السياره، هذه خط احمر. هذا السوق كبير مره، يبي لك وقت تحتاج عشان تشيل اشيائك. تروح معي في السياره وروح مكان اجمل من هذا. يا موبي نروح واشتري لك لعبه ونروح بيتكم عشان تدلني على البيت، وش رايك؟ والله انا متفاجئ، بس ان شاء الله فارس راح يرد عليه رد مثل السياره ويقول لا ما اطلع معك بالسياره. ايوه هو قاعد يخدع فارس، قاعد يستدرج الان بيخطف الولد. طيب يلا نروح انا وياك السياره. لخبط لخبيط، يعني عشنا يوم كامل بجميع المراحل. طيب يلا نروح نياك السيارة. خلاص الحين يبغى ياخده، لازم نتصل عليه. ألو. ألو كيفك؟ كيف حالك؟ يا هلا وسهلا، أخبارك طيب؟ طيب. ها اشتريت كل الأغراض ولا باقي؟ لا باقي، ما حلت الأعراض. فهد أعطاني حلاوة. وانتبه تروح مع أحد ولا تركب مع أحد، ممتاز؟ أوكي. يلا خلاص انتبه على نفسك. يلا باي. باي. ايش يقول؟ يقول ما اروح معك عند السيارة. ما تروح معي عند السيارة؟ ايه. احنا الحين انجزنا اول عائق، خلينا نروح للمهمة بنشوف. ابي حيار. الخيار بكم؟ الخيار بخمسة. سمعت عندكم عرض عندنا شيء ثاني؟ عندنا عرض اذا تغني لي اغنيه خيار كذا غنى اعطيك كيلو من عندي مجانا. طيب يلا. يلا خيار. السلام. حلو حلو خلاص مبروك لك كيلو خيار. ابشر ابشر. يا هلا والله. غني خيار. غني زيه خيار. جرب غني غني مثل تغني. قل له إذا غنيت والله بتوفر فلوس ترى بيجيك بلاش. ما لو أنا مكانه بصير أوبرا. يا والله بتوفر فلوس والله، خلي فلوس في جيبك أحسن. مين فلوس؟ يلا. يقولوا إنه أنا معي فلوس ما يحتاج آخذ شيء مجانا. إيه لأن أنا علمته. إيه غني خيار زيه وبعطيك كيلو زيه. ما أبي. فارس حاسس نفسه في سوق عكاظ مو في سوق الخضار. في خيار ثاني. مبغى. الحين شوف ردة الفعل. كم تبي خيار؟ تبي واحد بس كيلو؟ بس واحد. ها إيه. كيلو واحد ولا حبة واحدة؟ واحدة. حب واحدة بس؟ نعم. ابشر ابشر. وش تبي بعد ثاني؟ أذبح الباقي الجرجير. تعال أعطيك جرجير. تبي جرجير واحد؟ لا واحد واحد. ورقة واحدة بس؟ طيب. خيارة واحدة. والله أنا منصدم. ورقة جرجير واحدة؟ أنا انصدمت، خيارة واحدة وجرجير واحد، يعني اليوم النوم بدون أكل. أنت قلت له واحد كيلو، حذف الكيلو قال واحد واحد. هذول 10 ريال، أعطني 10. عندي 100. الحين ورقة جرجير وخيارة واحدة بعشرة ريال؟ لا هذه فيها تلاعب بعد. ها؟ عندك 100؟ أعطني 100. بنشوف، هو قال له 10 هو بيعطيه 100، هنشوف هل بياخذ الباقي الفلوس ولا لا. يلا. حلو! رجع له الفلوس. الشخص طلع عنده ذمة، رجع له الفلوس. بس الكمية شوي قليلة، شوي شوي. الكمية قليلة جدا، بس لازم أتصل عليه متجملين مع ضيوفنا. الو. الو هلا بابا. وش اشتريت؟ جرجير وخيار وباقي. طيب الجرجير اخذت كم حبه؟
واحدة. لازم اللي يعطيك الجرجير ربطة كاملة، والخيار كيلو، كل شيء على الكيلو، يعني مجموعة كثير، مو حبة واحدة. أوكي. زين؟ يلا بالسلامة. أجمعت. أنا أبي جرجير كثير. أنا ما غشيتك، أنت قلت لي أبي حبة واحدة جرجير، هذا الجرجير. إيه بس أبي كثير كثير. هنا حليت كامل كثير. أوكي، كذا جرجير. فارس صلح خطأه وجاب الكمية المطلوبة. الحين إيش باقي؟ تفاح. فين تفاح؟ تفاح قدام. هنا. هنا. أوكي. يا سلام عليه، الحين هو قاعد يسأل وين التفاح علشان ما يضيع. صحيح. تفاح. الواحد يضيع متاهة الصدق. في إنجاز. فين تفاح؟ ماذا تريد أيها الفتى؟ يا غلام أحضر التفاح. تفاح. أرجو التكلم باللغة العربية الفصحى حتى أتمكن من خدمته. فارس جاه إيرور كذا. أريد التفاح. وما هو اسمك أيها الفتى؟ فارس. كم تريد من التفاح؟ كثير. كم حبة؟ كثيرة. هل تريد كيلو أم نصف كيلو؟ أبي كثير من التفاح. وماذا تريد بالتفاح؟ أحطه عند الكيس. أستاذ لغتي تكفى خلاص، أعطيه الحين. وهل تريد حباته كبيرة أم صغيرة؟ أريد حباته صغيرة. نعم، حسناً. وأخيراً أعطاه تفاح. ألا تريد تفاحاً أصفراً؟ لا شكراً. تفضل، هذا التفاح. تعال تعال، حسابك 5 ريالات، إنك لم تدفع لي. في عندك. شكراً. أحس الحين ضغط أبو فارس قاعد يرفع وينزل، يرفع وينزل، يرفع وينزل. مرة تضيع فلوس، مرة حرامي، مرة ناخذ التفاح، مرة لغة عربية، لخبط لخبيط. يعني عشنا يوم كامل بجميع المراحل. الحين هو جاب إيش؟ تفاح، جاب جرجير، باقي البطيخ، باقي الطماطم. أها، باقي البندورة الحمراء. كم طماطم؟ اليوم ب40 ريال. طب حلف حلف، أبي طماطم ثاني. هلا حبيبي، كيفك؟ طماطم؟ إيه. كم حبة تبغى؟ واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة؟ لا، أبي خمسة. خمسة؟ إيه. بس؟ طيب أبشر. رجعنا موضوع الحبة. كيلو كيلو يا فروس. أقول لك شيء، راعي محل التفاح زعلان مني، ممكن أعطيك شيء هدية بسيطة تعطيه للرجال حق التفاح؟ ترجع موافق؟ هذا عطها للرجال، قل له هذه من احمد ويبي ارضاك، يبي يسامحك ويعتذر منك. يلا انتظرك. كفو يا فارس. والحين فارس راح يتحول من زبون لفاعل خير. الرجل اللي بعدني الطماطم يبي يعتذر منك، ارسل لك هديه. صح، حق التفاح اللي لغه عربيه. شكرا شكرا. عفوا. لأنه زعلني وأغضبني وأراد أن يعتذر. شكرا لك. برافو ما شاء الله عليه، تذكر أنه يرجع علشان يأخذ أكياسه. تشاس. أعطيت الطماطم. وافق؟ إيه. زين. تفضل. طماطم، تفاح، كل شيء. أهلا بالبطل. كيفك؟ طب تعال معي نروح نرمي عليه. قاعد يعلم طفل شيء غلط. قبل ما تشتري بطيخ لازم تتأكد من جودته. أهلا بالبطل، كيفك؟ هذا الرجال اللي كان قبل يوم يقول له غني الخيارة. بلاش، عندك الطماطم؟ محتاج. عندي طماطم. تذكرتني أنا كنت معك قبل شوي الخيار. طيب انا محتاج اخذ منك 3 حبات طماطم، في واحد هناك صوته مقرف مزعج يغني خايس، بدي اخذ منك 3 حبات، ممكن؟ ممكن. برمي عليه. طيب تعال معي نروح نرمي عليه. قاعد يعلم طفل شيء غلط. ايوه يرمي النعمه. صح كلامك. لا ما خلينا نرمي عليه. ممكن. نضحك عليه ونطقطق عليه. ممكن. طيب شو الحل عشان سكته؟ طيب منه مزعجني،
بيسكت. توقع الحين راح يقبل ويعطيه الطماطم ولا يقول له لا؟ توقع لا. يلا يا فارس البطل يا شاطر. عادي انت ارمي. انت ارمي علي. طب عطني طيب عشان ارمي عادي، ممكن تعطيني؟ لا. اجيب من هنا اشياء بعدين ارمي عليه. صراحة لو في واحد لازم نرميه بالطماطم هو انت لما كنت تغني للخيار. وش الجيل هذا؟ وش ذا يا اخي؟ ليش ما تساعدني؟ الحمد لله انجزنا كل المهام الا مهمة البطيخ. باقي البطيخ. جهز نفسك يا فارس لأنك راح تمر باختبار محتاج لجراءة ومواجهة. عزكين يا بطيخ. أسمحت بطيخ. رجل الخيار مرة ثانية. قبل ما تشتري بطيخ لازم تتأكد من جودته، إذا هو كويس أو لا. لا هذه مهي حلوة، لازم تتأكد من جودته، بس هذه مهي حلوة. ذوقها 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 ذوقها، حلوة ولا لا؟ حلوة؟ بس هذه ميح محسة حلوة مرة، يمكن هذه أحسن. خلني أقص لك واحدة أحلى. قبل ما تجي لازم تأكد من جودتها. جربها هذه. زينة؟ بدي محسة حلوة، خلني أقطع واحدة ثانية. حتى هذه بعد ميح حلوة. والحين قاعد يقطع أكثر من واحدة. مش هذا شنو أحلى؟ لا فارس مبسوط قاعد يفتح له كل شيء. ياكل. سوري لا تقول له شيء أوكي؟ لا تقول له شيء اسكت. أها الحين هو مو البائع. أنا خايف هذا شخص خطير. لا تقول للبائع شيء. بعد ما شاف البائع الحين قاعد يقول له إيه لا تقول شيء. هو ارتبك الشخص ما يدري شو يسوي، يعني يبغى يطلع إنه هو عارف إنه هو غلطان. بس يا رب يكشف البائع. السلام عليكم. عليكم السلام. وش سويتوا؟ وش السالفة؟ ما سوينا شيء يا ابن الحلال، في حرمة جت قطعتها وانحاشت. وبعد يكذب؟ يتبلن المسلمين يتبلن الناس انه في احد قطع مشى؟ هذا اللي صار بس، وهذا اللي صار. هو منصدم. يا اخي حرام كذا. على العموم انا مشغول والله، مع السلامة. تبي شيء؟ انت اللي سويت كذا؟ شكرا لك. لا. من اللي سوى كذا؟ هرب. انحاش. هذا حله هو الهروب عشان ما يتجيب مشاكل. ورط فارس. لا إن شاء الله فارس يعترف عليه يقول إن هذا اللي سوى كذا. بس أنا شفتين عشان كيف حرمة هنا تقطع هذا كل بعدين هاد بسرعة هنا بسرعة جيت هنا وبعدين شفتها. في حرمة كانت هنا؟ إيه. جت قطعت الشيء ذا؟ إيه قطعت. فارس صار يعني زي ما تقول محامي للشخص اللي راح. ليش خليتها تقطع كذا؟ أنا قلت حرام لا تقطعي وهي قطعتها، قالتني أسكت وهي قطعتها. كذا بتدفع حق البطيخ أنت كله. هذه هي الحرمة. طب مين بيدفع حق البطيخ؟ الحين انت اللي بتدفع ترى. مو بأنا، سويت كذا. مسكين فارس، من كثر ما توتر صدق انه في حرمة وصار يألف أحداث للقصة. راحت عند السيارة بسرعة. الحرمة راحت بسيارة بسرعة؟ ايه. انت مخرب الحين ثلاثة، ليش ما وقفت الحرمة؟ أنا قلت أوقفي وبعدين قلت لقد طيب. شكلك أنت اللي مخربهم بس. لا مو بأنا. فارس تأثر بالرجل الكبير لأنه هو دائما الصغير عنده القدوة الكبير إنه هو صح. مو بأنا. أكيد. إيه كانت تقطع بعدين أنا بسرعة جيت هنا بعدين شفتها بعدين أنا لعقتها بعدين جيت هنا وهي هربت راحت عند سيارتها. طيب خلاص أنا الحين صدقتك. الحين الرجال صدق فارس خلاص قال إنه كلامه صح. بس راح أعطيك بطيخة من اللي أنتوا شقيتوها وتأخذها معك البيت تمام؟ بس ما في مشكلة تبي أعطيه بطيخة من اللي مقطعة. إيه لأنه هو خلاص هو خسران وكذب البطيخ كذا واحدة انفتحت قال خليني أعطيه من المفتوحات يعني حرام أعطيه واحدة جديدة. بس ما في مشكلة فارس بيتعلم من هذا الشيء وكلنا إحنا الأطفال راح نتعلم من هذا الشيء. نقيل هذا نقدر فيها. هذا معك السواق هو خلاص خليه يشيل. يلا مع السلامة. مع السلامة. طبعا اليوم كان يوم مرة خرافي فيه أكشن وشيء مرة حلوة والحين فارس متجه علينا فخلينا نجهز أنفسنا ونستقبل. نستقبل بس إن شاء الله يكون تعلم من الأشياء اللي صارت له والمواقف في السوق القضاء. هلا بالبطل اهلا وسهلا مرحبا اهلا اهلا هلا والله وسهلا طيب ها
كيف السوق الخضار؟ هلا والله. ها؟ قضيت كل الاغراض؟ ها اخذتها كلها؟ ما شاء الله عليك، اشوفك ما شاء الله بطل. تعلمت وحين تعرف تشتري الاغراض كامله للبيت، صح؟ صح. اشوفك فارس، جاء واحد تكلم معاك قال لك شيء وانت بالسوق الخضار، قال تعال معي السياره، تعال معي، مش معي كذا. ايه. قال لك؟ وش سويت؟ ما رحت عند سيارته. ما رحت عند سيارته؟ ايه. ممتاز. يعني انت الحين تعرف انه هذا غلط انه اروح للسياره، صح ولا لا؟ صح. بطل عليك. انا قلت ما اروح سيارتك. ممتاز. يا سلام عليك يا فارس، وبعدين هو قال لك بعطيك حلاوه صح؟ اعطاك الحلاوه اكلتها انت؟ يعني استفدت؟ كفك يا بطل ما شاء الله، كنت مره ذكي، وانا من اول امدحك واقول هذا فارس بطل. برافو يا فارس، والله مره ابدعت. وتدري انه كنا من اول نتابعك على هذه الشاشه، من اول نشوف وين تروح انت وين ترجع وين تطير. بس كافو انجزت المهمه بشكل كامل وبالفطره. وطبعا اللي ينجز مهمته ويكون بطل من ابطال برنامج بالفطره نعطيه هديه. كافو عليك يا فارس، هذه هديه، شوف خذها. مبروك. يا سلام عليك، والله كبيره. بطل يا فارس ما شاء الله تبارك الرحمن عليك، يعطيك الف عافيه يا فارس، يعطيك الف عافيه يا ابو فارس، ما قصرت مره. انت وصلتوا لنا فكره جميله جدا، ساعدتوني فيه، يعني الولد تعلم تعليم حلو، الان كله فضل الله ثم فضلكم انت. الله يسعدك. وبكذا وصلنا لنهايه حلقتنا، كان معانا البطل فارس، كافو عليك يا فارس، ونشوفكم في الحلقه القادمه، وفيديوهاتكم مره رهيبه. بس اللهم كثفوا فيديوهات، نشوفكم في الحلقة القادمة ومع السلامة.